هلو everybody، في فيديو جديد من مرمر عيون وعقول. موضوعنا النهارده انا كنت very excited اني اتكلم فيه، وهو فتره المراهقه بصفتي في العشرين وقريبه من السن ده وفاكره تفاصيله، فحبيت اوضح كل حاجه يمكن افيدكم. مبدئيا سن المراهقه دي حاجه عاديه جدا، ما كانش اسمها سن مراهقه اصلا، لكن مع تقدم الفلسفه والعلم اطلقوا عليها كده. خلونا نحسبها انها فترة تحول في حياة الانسان، هي الفترة اللي بتغير فيها التفكير والعقل والجسم والاسلوب والحياة الدراسية وكل حاجة. الفترة دي بتكون من سن 12 سنة لسن 18 سنة، فترة كبيرة مش صغيرة، يعني 7 سنين من عمر الانسان. مطلوب منك تنتظم في الفترة دي وشخصيتك تتكون عشان بعدين، وده طبعا هينعكس عليك. طيب نكونها ازاي بدون خساير وتكون فترة جميلة علينا مش العكس، نفتكرها بالحلو مش بالوحش. انا هقسمها لكم الستبس ويا ريت تركزوا معايا ويا رب افيدكم. اول ستيب هتكلم فيها تفريغ الانرجي. يعني ايه تفريغ الانرجي؟ يعني خلونا متفقين ان الطاقه بتزيد جدا في الفتره دي لانها بدايه السبع، فسبحان الله كميه الانرجي اللي في الانسان بتكون في الفتره دي زايده جدا. طيب نفرغها ازاي؟ لازم يكون اول حاجه عندك موهبه، ولو ما عندكش موهبة نبحث عن موهبة، ما تخليش نفسك فاضي ابدا، ما تفضلش قاعد وتفضل تفكر وتفكيرك يزيد وخيالك يوسع، كل ده غلط. وعلى حسب تفكيرك هتتصرف، وعلى حسب ميولك هتفكر، وعلى حسب كمية الانرجي اللي جواك هتتصرف وهتفكر. انا مش عايزاكم تفكروا في الفتره دي، كفايه عليكم جدا التفكير في الدراسه، لان هم عملوا الدراسه سبيسيفيك في المرحله دي عشان تشبع الطاقه اللي جوانا بحاجه مفيده، فاحنا ندور بجانب الدراسه على مهاره بنحبها، على مثلا مجله بنحبها، مش لازم نقرا في كيمستري وملل، نرسم كتير. الرسم ده اكتر حاجة بتتلون بتطلع معاك حلوة، يعني حاجة بتطلع فيها الطاقة بتاعتك وبتلاقيها تاني، تكون سهلة وكلنا بنقدر نعملها. وتركيز منك برضو. الجيم لو في امكانية ده انسب وقت لي الفترة دي، السويمنج لو في امكانية، ننزل نجيب طلبات للبيت، ما نكسلش، ننزل نشوف ناس كتير على قد ما نقدر، ننزل لأتفه الأسباب، ما نقولش كبرنا وما ينفعش ننزل عشان حاجات صغيرة، لا ننزل. نتعامل مع ناس كتير جدا في الفترة دي، لازم يبقى تعاملاتنا كتير. حتى لو نزلنا كل ويك اند ما فيهاش اي مشكله، ننزل تحت البيت مع صحابنا، ننزل مع صحابنا اساسا كل يوم. الولاد تنزل تلعب بلاي ستيشن، نروح النادي نلعب كوره، الحاجات دي كلها مفيده جدا. تشتغلوا شغلانه على قدكم، تطلعوا فيها الطاقه بتاعتكم، على الاقل تعلمك يعني ايه فلوس ويعني ايه مسؤوليه، يعني ايه تبقى مسؤول عن مواعيد وقوانين وتبقى مسؤول عن شغل. البنات تقف مع مامتها في المطبخ حتى لو مش هتعملي حاجه، صدقيني هتلاقيكي تلقائي بتجمعي معلومات عن الطبخ، او ابتكري انت اعملي مثلا كب كيك، حلويات، كل دي حاجات لتفريغ الطاقه هتساعدك لبعدين. ولازم تتعمل، ما ينفعش تفضلي قاعده، ما ينفعش تفضلي قاعده مستسلمه لافكارك ولنفسك والحاجات السلبيه اللي حواليك. الاستسلام ده وحش، اهم حاجه تفريغ الطاقه، وانا طولت في الستيب دي لان دي اهم حاجه. الحاجات دي بسيطه وبديهيه لمعظم الناس، لكن احنا ما بناخدش بالنا منها، بنقول مش مشكله، يعني انا وجودي هيبقى في المطبخ ليه لازمه مع ماما؟ لو انا ابتكرت حاجه وباظت مني انا استفدت ايه؟ لا، الحاجات دي بتفرق، بتطلع مننا الطاقه السلبيه، بتطلع مننا التفكير السلبي، بتحس انك عملت حاجه او انت عملتي حاجه. طيب ستيب هتكلم فيها ان احنا لازم نصاحب الاكبر مننا، لان دايما الاكبر مننا بيضيف لك معلومات عن الحياه وفي التعامل مع الناس، بخلاف اللي في سنك بيكون معلوماته مش بتتعدى معلوماتك في التصرفات مع الناس، في الطريقه، في الشخصيه، كل ده بينعكس عليك، وكده كده انت يعني معلوماتك نفس معلوماته. فانت لو صاحبت الاكبر منك بتكبر فكريا وبتكبر في التصرفات، ومش قصدي تصاحبه ناس كبيره يعني كبيره جدا، لا، ممكن مثلا يكون انت في مرحله الثانوي تصاحب ناس في مرحله الجامعه، تكون في مرحله الاعدادي تصاحب ناس في مرحله الثانوي والجامعه وهكذا. تمام. تالت ستيب هتكلم فيها تصاحبوا ناس شبهكم.
وشبه تربيتكم وشبه بيتكم، سواء طلعتوا بيهم او من المرحله دي او ما طلعتوش بيهم وخسرتوهم، هتكونوا كسبتوا نفسكم، لان بنسبه 70% الصحاب بتاثر في الفتره دي، وصدقوني ده مش كلام، ده عن تجربه. وخصوصا ان الفتره دي اكتر فتره فيها دراسه والدروس وبتجمعك بالصحاب اكتر من اي فتره تانية. الفترات اللي بعدها بتكون صحاب عمل وناس عاديه في حياتك وجيران، لما خلال ال7 سنين دول هيبقى صحابك هم التاثير الاول والاخير فيك. رابع ستيب والاخيره، خلوا في عندكم حته يصح وما يصحش، يعني يصح ان انا اعمل ده ولا لا، هيضرني بعدين ولا لا، عواقبه هتبقى ايه، ولو احترتوا تاخدوا اراء اهلكم تتكلموا معاهم، محدش في الدنيا دي هيخاف عليكم قدهم، محدش هيحب لك الخير غيرهم، محدش هيحب تكون احسن منه غيرهم. فخليكم مقتنعين ان اي مشكلة تقعوا فيها في الفترة دي ما تتكسفوش منهم، وتقولوا اي حاجة حصلت لكم وتقولوا وتاخدوا رأيهم، هما هيتطمنوا في نفس الوقت، هيفتح مجالات للصحوبية بينكم. لكن اكبر غلط في الفترة دي هو انك تحس انك كبير بشكل كافي، تعرف تدير نفسك بشكل كافي، تعرف تقول اراء بشكل كافي، وبتبدأ للأسف بالانعزال عن أهلك، رغم ان هم اكبر ناس هيستحملوا منك اي حاجة مهما كان طبعهم في الفترة دي. وجربوا وهتحسوا بفرق، وياريت اي اهل بيسمعوني يسيبوا سبيس ليهم في المرحلة دي. سيبي بنتك تقف معاكي في المطبخ حتى لو هي مش هتساعدك، سيبيها تحكي لك وتطمن لك، حتى لو انت هتقولي لباباها، بس حسسيها بالامان. حاجات كتيرة بتفرق جدا في الفترة دي. سيب ابنك يشتغل حتى لو انت مش مخليه محتاج مادة، لان الشغل مش مادة بس، هو محتاج فرصة to breathing، يعرف ناس اكتر، يعرف الرولز اللي في الدنيا عاملة ازاي، يتعامل مع ناس كتير، يكون راجل يعتمد عليه من سن بدري جدا، ودي حاجة مهمة. مش لازم من البصة الكلام يتسمع، في نقاش وفي لغة حوار، ومش عيب ابدا او حاجة غريبة يكون ابنك صح او بنتك صح، التفكير بيختلف والثقافات بتختلف، سيبولهم فرصة واسمعوهم. وانتوا كمان ما تخبوش حاجة عن اهلكم في الفترة دي، لان الانعزال مش حل، ما تفتكروش ان انتوا خلاص كبرتوا بشكل كافي او بقيتوا للدرجة اللي تخليكوا تعتمدوا على نفسكوا في كل حاجة. وحتى لو كبرتوا بقى عندكم اولاد هتحتاجوا لهم، فالفتره اللي انتوا فيها دي ما تفكروش انها تستمر معاكم فتره كبيره، لا، نفوق ونعرف ان احنا مرجوعنا الاول والاخير حد اكبر مننا، واي حد عموما بيحتاج حد يحكي له مهما كان سنه. وللبنات اخر حاجه هقولها خالص، للبنات مخصوص، ما تضيعيش وقتك في حاجات ملهاش لازمة، ونصيبك هيجيلك بعدين لوحده، وانت عارفة قصدي ايه في الفترة دي بالذات. سيبي حياتك تمشي طبيعية، خليكي دايما ولائك لأهلك أولا، وبعدين لصحابك ثانيا، وبعدين لدراستك. لكن تفكري في أي حاجة تانية ده هيأثر عليكي بعدين، وصدقيني صدقيني صدقيني محدش بيكمل في الفترة دي. وطبعا البنات فاهمين. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع مرمر عيون وعقول، ويا رب اكون جبتكم. باي باي.